استقبل لأول مرة في الظهيرة الملحن واحد من أشهر ملحنين بالوطن العربي زياد يوسف. يا أهلا أهلا وسهلا وسهلا فيك، يا بك. مرحبا فيك. يا أهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يحفظك. والشاعر علي رياض، أنست رقية، يا أهلا شكرا وسهلا جزيلا على بكم. الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله نكون خفيفين ونضل عليك وعلى المشاهدين. ايش قد علقنا على أغنية أنا على بالي أنت كاتبها هالقد مرحت بالأغنيات. كل شيء حلو أنا أحبه. كل شيء حلو أنت تحبه. أه والله هاي حلوة، يستفزني كل شيء. الله يخليك، لأن روحك حلوة. الله يسلمك. فبالتالي واحد يحسس الجمال سواء هو يقدمه أو الآخرين، المهم أنه هو يعني يستمتع. زياد، من مشروع مطرب إلى مشروع ملحن، كلها صارت فجأة. الأبواب اللي انسدت أمامك حتى أنه بس تحصل لحن وصلتك اليوم ما شاء الله، الحمد لله. فلو كل واحد ردت فعله هيك كان انتقام. الحمد لله، الحمد لله، يعني هو رب العالمين بالأخير يسد لك باب، أكيد يفتح لك 100 باب يعني. نعم، فالحمد لله. هاي يقول رب ضارة نافعة. بالضبط، اكتشفت نفسك، اكتشفت انه انت ملحن مو بس مطرب. يعني اول شيء، يعني اول ما صارت، يعني تدري صارت شوي ماكو استقبال، ماكو احتواء للفنان. وشفت هاي باي سنة كانت؟ 8 2008 ايه اعتقد، اي 8. بعدين اول ما يعني بلشت انا غنيت اول اغنية انا لحنتها لي، وصارت الانطلاقة. صارت الانطلاقة بعد، مشيت الحمد لله. يمكن ب 2008 كان عدد الموجودين على الساحة هواية شباب طلعوا. كانت شركتين فقط، كانت لغانينا، بعدين صارت الام سي بي. نعم. وأنا يعني بدون يعني ما موقع ويا أحد، ما ردت أوقع ويا أحد، أنا رحت أشتري أغنية يعني. أنا رحت أشتري أغنية بفلوس يعني، مو ردت أوقع أو سمعوا صوتي أو كذا. نعم. طب أول أغنية اشتريتها من كانت؟ كلمات أيه. كانت كلمات سعد ناصر، اوجه له تحيه. نعم. فهي كانت اغنيه، بعدين اخذت الكلام للاغنيه. انت بعدين رحت كلها تلحين؟ بعدين رحت انا لحنت الاغنيه وغنيتها وخلص. بعدين غنيت كم اغنيه، بعدين صارت عندي شويه تاتش مع واحده من الشركات، ونحذفت اغاني، مسحوا اغاني اللي مغنيه. فشويه صارت عندي كسره من ناحيه انه انا اغني، انه اطرح نفسي كمطرب. فصارت عندي كسره، ما حبيت اغني لمده سنتين ثلاثه من نزل ولا عمل. فخلص التهيت باللحن، انا خلي قلت يعني شفت روحي كملحن يعني احلى. يعني استعرض القائمه اللي انت الحانك، يمكن ناس يعني من الحانه ثلاث اغنيات، اجمل اغنيات من فضل شاكر، يا ترى، دمع وليه، العاص الحلاني، دز لي صوتك، فايز السعيد، عافيه قلبي، احمد جواد، راح الزين، دمار، حمزه المحمداوي، ولحظه ممكن لمرنا، ابراهيم الحكمي، محمد الشحي، عايل القطري، سعود جاسم، محمد سالم، حبيب علي، لؤي عدنان، اكرم الرحال، دموع، تحسين يا الغشاش. يعني اكثر من 600 عمل. بالضبط، ما شاء الله عليك. علي، من شاعر مهرجانات ومنصه الى شاعر اغنيه. نعم. اكيد تريد تقول فد شيء جديد، مو صحيح؟ اكيد. ستشوفي يعني بصوره عامه، يعني هو الطموح لازم يكون الى ابعد حد، طموح كل فنان. أيوة. كل فنان هذا وكل شخص. نعم. يعني انا شفت القصيده، قصيده المهرجان، قصيده شعريه العراقيه، شفتها محليه بنسبه 100%. نعم. يعني انا اليوم اذا ابقى على موضوع المهرجانات والقصائد الشعريه، ممكن جمهوري يكون محدود. نعم. فانا طموحي انه اوصل ابعد نقطه بالدنيا. يعني اليوم القصيده يمكن بنسبه 98% ما توصلك عربيا. نعم. فأنا حبيت أنه أغامر، هي كانت مغامرة يعني بالنسبة لي صراحة. نعم. حبيت أنه أغامر حتى أوصل أبعد نقطة. نعم. يعني اليوم الأغنية تدخل كل بيت عربي. صح. فمن هذا المنطلق أنا يعني جربت أنه أكتب أغنية، دخلت لهذا المعترك. أول أغنية كانت؟ أول أغنية كانت يعني نزلت بالشاشة لو تلحنت. نزلت بالشاشة. أعتقد إيه، لؤي عدنان من تفارقني، كانت ألحان علي جاسم، تحياتنا إلى الفنان علي جاسم. أي. فمثل ما قلت، كل إنسان من حقه يحلم ويطمح، وخاصة إذا هو مؤمن بقدراته. يعني أنت يعني ليش لا؟ مثل ما قلت إنه اليوم أنتوا حققتوا نجومية عربية كبيرة. راح احكي عن هذا. زياد، الحلو انه انت سعيت للفنانين العرب.
يعني مع نجاح ألحانك ما قلت إنه هم يجوني واسمي صار معروف، أنت سألت فقلت قصة ويا فضل شاكر أحد نسمعه. لا فضل شاكر صار عن طريق ابنه محمد. نعم. أوجه له تحية يعني بالنسبة لي أسطورة فضل شاكر. يعني مو فنان عادي. فابنه محمد تواصل وياي بعد ما اشتغلت أكثر، يعني تقريبا هواي أعمال نزلت بالخليج وأغاني العراقية اللي نجحت هواي فوصلت لهم. اشتغلت مع أستاذ علي، اشتغلت مع نجوم محليين لهم أسامي بلدان، هم بلدانهم نجوم. نعم. يعني أكو نعم. أكو يعني هو نجم بلده. نعم. ممكن نجم بالخليج بس بالعراق احنا ما واصلنا. يعني بعد ما هي ما ماخذ هذا البلس اي ما واصل له كنجوميه. بس هو كخليج معروف كبلده هو نجم من اهم النجوم ببلده. مثل ما احنا العراقيين يعني عندنا نجوم بالعراق بس مو عربي، بس مو معروفين على مستوى الوطن العربي. صحيح. فاحنا وصلنا لهاي العالم باعمالنا، يعني ذول الفنانين باعمالنا. فمحمد اتصل بي قال لي اريد اخذت رقمك من محمد القاسمي شاعر، وجه له تحيه شاعر يمني. نعم. قال لي اخذت تليفونك من محمد القاسمي اريد اغنيه عراقيه. فقلت له انطيني مجال لان انا ما يعني مو اجهز الاغاني يعني وصلت ليفل انه ما اجهز اغنيه. يعني خابرني محمد مثلا اقول له اوكي راح اسوي لك اغنيه، يعني ابدي افصل له اغنيه لمحمد لانه تدرين ستوه يعني اللهجه شوي لكنه تختلف، هو لبناني. نعم. فصعب يغني عراقي. فيراد لوقت انه تختار المفردات بالكلام لازم تكون شوية ابسط، لازم طريقة اللحن يقدر يقولها ابسط، يعني من لحن الاغنية ممكن تغير المفردات لانه احيانا يعني صعبة عليهم. فما تقدر تلحن الاغنية بها ضغوط او دوسات هاي العراقية مالتنا الصعبة ما يقدر يقولها. نعم. والناس ما صدقة يعني. نعم. فقلت له انطيني وقت. بهالاثناء انا اشتغل ويا استاذ احمد ماضي الشاعر اللبناني. نعم. الكبير انا اوجه له تحية. ففتحت خطوه يا استاذ احمد، قلت له اريد نشتغل شويه امور، اريد افوت اردفوت البيروت يعني. اريد افوت السوق البيروت يعني. فاستقبلني الرجل وتواصل وياي، فاتصل بيا محمد. قلت له محمد ما مشتغل شيء عراقي بعدني. اكو شيء لبناني، انت مو مجهز البوم؟ خليني اسمعك لبناني وشوف. دزيت له الاغنيه. قال لي اوكي خابرك انا بالليل. خابرني بالليل حكى وياي فضل شاكر. قال لي انا ابو محمد. قلت له محمد؟ قال لي انا ابو محمد. قلت له المهم اكيد عجبته. قال لي احساسك يعني وصلني، واكو بحة اكو حزن بصوتك اكو شجن يعني اهنيك يعني. قلت له من اغنيه ثلاث اغنيات. فقال لي هاي اريدها الي. نعم. وانت بعد اي شيء يطلع وياك ما يحتاج تسوي ديمو، سمعني ديمو يعني. نعم. مجرد انت على البيانو تسوي ليج غني لي. أي. انا على طول احس يعني على طول اريده. فمنها صارت ثلاث اغاني اربع اغاني، بعدين اكو واحده لبنانيه منازله. نعم. وهسه اكو عمل عراقي. علي اليوم انتم تشكلون ثنائيه حلوه، شلون تعرفتوا؟ صراحه ما حد يدري، بس انت من ساعه قلت شيء حلو اليوم يريد يسعى. يريد يوصل لازم يسعى. نعم. يعني انا الصراحه انه زياده انا دخلت له الصراحه. يعني اليوم من تشوفين ملحن صح بمكان صح يصير عندك شغف انه تتعاملين ويا هذا الملحن. شنو اول اغنيه تعرفت من خلالها على زياد؟ يعني سمعتها وهي كانت الحانه او غناء؟ هي ما يعني انا اشوف زياد واصلني قبل ما اكون شاعر غنائي صراحه يعني. يعني قبل حتى كانت نجوميته يعني مو نجوميه قويه. نعم. يعني انا احب اسمع دائما. فمن دخلت الوسط الغنائي. نعم. صار عندي فضول لازم اتعامل ويا زياد. فانا دخلت زياد قلت له انا شاعر ورحب بالفكره واشتغلنا ونجحنا الحمد لله والشكر. لا الحمد لله. الحمد لله. وانت يعني شلون استقبلت؟ يعني اكيد انت هواي يجوك شعراء ويعرضون نصوص. لا هو كان يكتب على مكان غلط انا ما فتحه، كان يكتب على الفيسبوك. هو يتواصل وياك علي. سمعت علي طلعت هو مشتغل قبلي، كان مشتغل علي. نعم. مشتغل قبلي ويا علي جاسم. اكو اعمال عندهم كسرت الدنيا يعني. نعم. كسرت الدنيا. نعم. فعلي انا اول ما يعني اول ما حكيت له يعني هو علي معروف يعني. نعم. فاعرف ايش عنده، اعرف ايش كاتب، اعرف ايش يطلع يعني اعرف. نعم. خلص هو علي يعني. بس بده يتواصل بصفحه انت اصلا ما لك علاقه فيها. يعني انا مرات اقول ليش ما يجاوبني؟ ليش انا ايش بيه ما يجاوبني؟ بالعكس علي
شلون بعدين تحقق اللقاء له؟ لا خلاص قلت له تليفون، قلت له علاوي خلاص يعني خلاص. شلون وصلك يعني؟ هو كان لا رديت عليه بعدين رديت عليه بعدين. مو هذا مو هذا المكان اللي يقول عليه كل خمس اشهر بتحمره. فدزيت التليفون قلت له خلاص علاوي تعال سنه مرتين يعني تجاوب. اجى علاوي اجى كسر الدنيا علاوي. طبعا من اعمال علي طير الحب للفنانه بلقيس، لعلي جاسم المصور وعيناي علي جاسم، ولحقتني للبستان وتكتب لي واكتب لك، وبسام مهدي يا هلا، والرساله الاخيره ايضا بسام مهدي ومحمد سالم وعلي جاسم نار وشرار، وكثير من الاغنيات. دمار لحظه ممكن دمار اي لحظه دمار غنيتها انت؟ دمار انا سويتها بمدلي. مدلي مو صحيح؟ اي. واحكي لنا عن التعاملات القادمه خاصه وانها تحمل اسماء تعاملونها لاول مره سواء عربيه وعراقيه. انا بالنسبه لي عندي تعاملات يعني مع اخويا زياد كملحن، وعندي مع غير ملحنين. يعني عندي محضر ويا زياد اعمال ان شاء الله تجنن، اعمال عربيه اعمال محليه. عندنا كثير من الاعمال، وعندي عربيه ممكن يعني ايضا يعني عندي تعاملات ابرز الاسماء يعني عندي قريبا اغنيه رحمه رياض بالبوم هذا اللي نزلت من عده اثنين من الحان غسان الشامي، اوجه له تحيه. ان شاء الله ترى النور قريبا ان شاء الله. وزياد والله ست قلت لك يعني نفس اللي قال علاوي، عندنا هواي اعمال بصراحه. رحمه ناصر زيتون نصيف ناصر انا اللي انا راح اذكرك انا نسيت نصيف صراحه. عندي نصيف وعندي بسام مهدي، عندنا مير نحن ثلاث اغاني، عندنا لؤي عدنان، ابراهيم الحكمي عندي مع حبيب علي الشيخ، حبيب علي، غزوان الفهد بعد انا مو كتبت لك انا مو مسوي سيرش انا لك واحد ينسى نصيف مثلا انا نسيت نصيف. طيب نحكي عن ناسنا هاي الشركه اللي سويتوها، هل انه حتى ما تكون انت تحظى ضغط اي شركه، او انه هذا الوقت هو المناسب حتى انه ويا علي تاسسون هذه الشركه وتحتضون اصوات جديده؟ بالضبط ستي، فكره الشركه هي فكرتها فنيه، يعني احنا بالدرجه الاساس انه احنا فنانين نريد نقدم فن. نعم. بالدرجه الثانيه البزنس. تمام. فاحنا اكيد وصلنا مرحله بعد ما نقدر نشتغل يعني كل الاستوديوهات هم اخواننا واصدقائنا. نعم. بس وصلنا مرحله بعد لازم اكو شركه تخص بهاي الاسماء اللي تقدم هاي الاعمال اللي ناس تريد تجينا، يعني ناس تريد تجينا وتريد تشتغل ويانا. نعم. ففتحنا الشركه على هالاساس. نعم. الخطوه الثانيه اللي هي فكره علي هو يعني ندعم الفنانين والاصوات الشابه. فعندنا ناس صارت ويانا بالشركه اصوات مهمه، اصوات جديده يجننون وفنانين. في نسائيه؟ في اصوات نسائيه؟ لا كان في صوت نسائي بس ما اتفقنا يعني. بس عندنا واحد من عندهم اخوه لؤي عدنان، سيف عدنان. عندنا رعد جاسم، عندنا سجاد راد، عندنا فهد عادل، عندنا يوسف كمال. هذول الخمس اصوات راح ان شاء الله تشوفوهم لون على السنة الجديدة، على السنة الجديدة فنانين وكلهم جاهز أغانيهم وكليباتهم إن شاء الله. أنا يعني يمكن هاي السابقة ما أعرف تأكد لي أو تنفي لي إنه ملحن يصدر له ثلاث أغنيات بخمس أيام، هاي من صارت مفاجأة الكرادة. نزلت ثلاث أغنيات لثلاث مطربين كانت هي على الوجع العراقي بدنيا وراح الزين ومشيت وهجرك هجرك اي. فشلون صارت هذا الشيء؟ شلون صار؟ ست هي الاغاني جاهزات قبل ما تصير الفاجعه يعني. نعم. الى رحمه الله شهداء. نعم الله يرحمه. الله يرحمه. فصارت الفاجعه الشباب انا مشتغل هاي الاغاني يعني مثلا اغنيه احمد جواد اوجه له تحيه هذا النجم الرائع. نعم. واغنيه محمد السالم السوبر ستار ووسام داوود ابو الصوت الشجي. اغانيهم جاهزه قبل الحادثه. فمن صارت الحادثه ثلاثتهم شافوا التوقيت المناسب، لازم يقدمون شيء للارواح الناس. نعم. لازم يقدمون شيء. نعم. يعني لازم كل واحد يواسي بطريقه صارت ما يعني. كلها من الحانك وثلاثتنا الحانين. نعم. ونزلت ويعني صارت الوجع وجعين. نعم
فهذه قصة إن شاء الله بعد ماكو وجع إن شاء الله. علي إن شاء الله نشوفك شاعر مثل ما أنت تحب ومثل ما أنت تريد، يعني شهرة واسعة ونجاحات. وزياد مبروك الشراكة في ناسنا، ونأمل منكم الخير الكثير في المجال الفني واحتضان أصوات جديدة تضاف إلى الأصوات الجميلة اللي عندنا على الساحة. جزيل الشكر. شكرا لك على الاستضافة الجميلة. شكرا لك. نكررها ان شاء الله، عندي هوايه اسئله لكن احنا محكوين بوقت. ان الشرف ست، وانت اضافه كبيره بمسيرتنا. الله يخليك. واتمنى من رب العالمين ان يوفقك ويحفظك ويعلي مراتبك. شكرا جزيلا على الدعوه الحلوه. الله يخليك. شكرا. شكرا حياك.